لو عندك زغاليل ضعيفة، زغلول كبير زغلول صغير، ما بتعرفش تأكل الزغاليل، اشترك في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام، هتعرف تأكل الزغاليل ازاي. هتشوف الخلطة، لو تعرف تعمل الخلطة بإيدك هتزغط أي زغلول من عمر يوم لحتى الفطام بجميع أنواع الزغطات، هتلاقيها على قناتنا، وجميع أنواع الأدوية، أدوية للسالمونيلا، أدوية للكوكسيديا، علاج الجدري، علاج جميع أنواع الإسهال، علاج الكنكر، علاج انتفاخ الحوصلة أو امتلاء الحوصلة بالماء أو بالهواء. هتلاقي كل ده لو اشتركت على قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس علشان تعرف كل حاجة. لو انت مبتدئ هتكون محترف في تربية الحمام، اشترك معنا ان شاء الله هخليك محترف في تربية الحمام والفرخ بإذن الله.